تحياتي للدكتور نواف وكل الشكر للوعي اللي عم بيقدمه ولجميع الأصدقاء. هلأ سؤالي هو بخصوص السعي لتطوير الواقع وتحسينه. يعني باختصار تجربتي الحياتية تضمنت بداية صعوبات بالتعلم ومواقف كتير فيها يعني حرمان سواء اجتماعي ولا غيره، ولكن الحمد لله يعني بعد ما تابعت الدكتور وتابعت كثير معلمين وسيرجي لازاريف يعني جاوزت نوعا ما موضوع عدم الرضا عن النفس، يعني فيني أقول نوعا ما موضوع الاستياء من القدر والواقع، موضوع المقارنة بالناس انه ليش يعني مثلا في ناس امورهم ميسرة وكذا. لا الحمد لله نوعا ما فيني اقول يعني جاوزت هالامور اللي كانت اكيد عم تأثر على الطاقة على الصحة على كل شيء تاني. فهون يعني بلش الانسان يسعى ليحسن واقعه يعني ويحط نية ولو يعني مثلا تأسيس اسرة تحسين الظروف المعيشية، ولكن هون كما يبدو بينشأ عوائق، يعني بمعنى بيكتشف الإنسان أول شيء أنه محيطه الاجتماعي والعمل هو أشخاص من الواضح أنه تصرفاتهم إيجابية، يعني بعيدا عن الإدانة أو الحكم أو التقييم، يعني من الواضح أنه أشخاص عندهم إيجو قوية بالفعل، يعني ما بيقبلوا النقد، بيحبوا الأمور تكون دائما بشروطهم وليس بشروط الآخر، ممكن يضخموا السلبيات ويجاهلوا الإيجابيات. فهذا المحيط الاجتماعي أكيد بيلعب دور، يعني في فرق كبير بين إنسان يكون محيط مساعد محيط محفز، خصوصا إذا الشخص كان عنده صعوبات شخصية. فهنا يعني في رغبة بالتغيير، في رغبة طبعا التغيير الداخلي كبداية، بس يعني السعي الخارجي للتغيير أو تحسين الوضع كمان يعني بيظهر هون شكوك، يعني في مثل ما بيقولوا لك تغيرت الوجوه ولكن الأشخاص نفسها. يعني الإنسان شو بيضمن أنه هالبرنامج القدري شو هو وإمتى رح ينتهي؟ يعني في ناس بيقولوا لك إذا تحسن شعورك وصرت برضا كامل عن محيطك فهذا دليل انه الكارما انتهت، في هلأ شيء جديد رح يظهر ورح يجي يعني بشكل تلقائي. في مثلا سيرجي لازاريف بيحكي على التعلقات، يعني مثلا انا بشكل شخصي كل فترة بيحصل بعد ما اكون بحالة طاقة مرتفعة ونشاط وحيوية بيحصل هبوط مفاجئ بالطاقة وكأنه تتفعل آلية اللي بسميها سيرجي لازاريف آلية الكسل، اللي هي بفسرها يعني مثلا بانقطاع الطاقة الرفيعة، فهون بتنشأ هيك آليات. فهذا السؤال يعني بشكل عام انه شو هاي البرامج اللي بتفرض اول شيء التحديات الشخصية، صعوبات التعلم، المحيط الاجتماعي اللي مو كتير بيكون مساعد، هل فعلا الإنسان يعني فيه يتجاوز هالكارما بالقبول والرضا، وهل ممكن بالفعل يعني حتى مواضيع مثل البرامج العميقة مثل الهبوط المفاجئ بالطاقة، هاي التحديات يعني هل ممكن مع الوقت لحالها تنفرج، ولا الإنسان لازم يرضى دائما بهيك أشياء كآلية حماية، يعني ممكن تكون مثلا النجاح والطاقة العالية وهالأمور أمور سنوية ممكن حتى رح بتضر بهالتوقيت مثلا. آسف إذا طولت التسجيل. سلام إليك وسلام للمتابعين. فعلا سؤال طويل ومفيد للي بيتابعوا. أولا ورد عدة أغلاط، حبيت أني أذكر السؤال كله مشان تتنبه إلى أخي السائل. بدك تراقب لسانك بكلمة يعني كررتها كثير، يعني في تقطع بالطاقة وفي نوع من الآ، خذ صمت ما لا شيء، ما في داعي انك تسرد الكلمات ورا بعضها، خذ راحتك
بالصمت وبديع من داخلك، كان بالسؤال أو بالكلام. بعدين تعودنا نحن على قضية لا والحمد لله. لا والحمد لله، أنت قلت لا والحمد لله على مبدأ أحد الأتقياء، نعم الحمد لله. لما بتقول لا الحمد لله، واضح أنه لا الحمد لله أنت بتقصد شيء ثاني. لا عبتنفي الجملة الأولى وبعدين عبتحمد، أما عمليا طلعت معك لا الحمد لله. هي على سبيل التوضيح. واضح في نوع من المقارنة بين العلوم المختلفة، كثير عم تدرس وعم تبحث وما في داعي. هذه المعلومات المشتتة بخارج الذات حلها بسيط، فقط عودي للذات. أما كيف بده يرجع الإنسان؟ إن ذكرت إنه لما بيرضى عن المحيط بصير وكأنه خلص من الكارما. ما بيقدر الإنسان يرضى عن المحيط، هذا عالم خارجي، هذا عالم وهم، دوما بولد فقاعات، بولد تيارات. أنت بترضى من داخلك عن فعله فيك. من هو الفاعل لهذه الأحداث؟ منظومة إلهية شاملة أرادت الخير، كل الخير للجميع، كل الخير بالترقي بالوعي. فأنت لما عم ترضى من داخلك عن الأفعال والأحداث والأشخاص الخارجية، معناتها بصير مرضي عنك. هذا الرضا هو مساحة عم ترجع فيها لذاتك، لداخل نفسك، لهذا النور اللي نور على نور سيرتفع ليصير العقل بشمولية النظرة. معناها التركيز دوما على المشاعر الداخلية بحيث لا يصير في فلتان بالطاقة عن حس الرقيب. انت الان بمشاعر ضيق، بمشاعر كآبة مثلا، بمشاعر حتى لو كانت غضب، اذا في مراقب معناها في عقل عم يشتغل ليدوزن المشاعر. اذا العودة للداخل هي المقصد من كل المنبهات الخارجية. المنبهات الخارجية عم بتحثنا دوما لكي نعود لداخلنا. ما رح ترضى النفس بمراقبة برمجيات خارجية ولا بمراقبة الإيجابية. الرضا فقط من خلال عودة هذه النفس لذاتها، وكأن الخلية الحية عم ترجع للشفرة الوراثية اللي بنواتها، لها النور الداخلي اللي فيها. نفس الشيء الآن، ما بينفع أبدا إنه الخلية الحية تظل مشتتة بحوادث خارجية. اللي بينفع فقط وفقط العودة للشفرة الكونية الواحدة اللي بالنفس. فما في داعي نشعب حالنا بكثير علوم وقال فلان وقال علان. لزريف نفسه ما عاد عم بيعالج. ليه؟ لأنه اكتشف أنه ما في حل لكل المشاكل إلا التطور بالاتجاه الإلهي، أي بالاتجاه الداخلي الشامل لكل الوجود. لما نحن منتمسك فقط بالخارجي أو فقط بالداخلي ما منكون إلهيين نظرة. أما نحن نعيش الحياة بخارج الذات بمراقبة للحواس، معناها في مفاعيل داخلية بداخل النفس عم ترعى هذا المركب كيف يسير بحكمة، عم تتراكم الطاقة بداخلنا رويدا رويدا. رح نتعرض لتجارب، أما في طاقة داخلية تقينا شر الغرق، الغرق لكي لا نعود لهذا اليم من جديد، فلا تتكرر التجارب. إذن كل التحصيل، كل الجامعات، كل العلوم في دماغ بشري واحد، أي في داخلنا. هذا يبقى الكلام اللي بحكيك فيه نظري. متابعتك للتأملات، متابعتك للمراقبة من داخلك، الآن مراقبة اللسان بما ينطق. هاي الكلمات ما في داعي إلها، حذف حذف. رح تلاقي مثلا بالأيام الأولى صعوبة، بعد فترة في قوة بداخلك رح تستنتج من خلالها أهمية مراقبة الكلام. فهلق المطلوب منك إذن لشهر
بدك تراقب كم مرة رح ينزلق اللسان باتجاه يعني، كلمة يعني، وكم مرة رح يقول لا الحمد لله، وكم مرة رح يقول هالمطه بالكلمة. الجاء لمساحة صمت، ومن هذا السكون خلي النطق. هذا تمرين، بعد شهر بدي انتظر رسالة منك. سلام إليك وسلام لكل المتابعين.